لا باذن الله بكره نكسب 3-0 باذن الله. الاهلي قدها يعني ويقدر ان هو يجيب الثلاثه، بس طبعا عشان كان في افريقيا برضو مستواه اللي هو مش قوي، بس يعني باذن الله يقدر ان هو في الدوري يمكن ينصرنا باذن الله في قدام الداخليه. النادي الاهلي اليومين دول يعني الله اكبر عليه، هو كان وقع بس الفتره اللي فاتت دي، لكن ان شاء الله يعني الاهلي ابتدى يرجع لطبيعته يعني ان شاء الله تبقى ماتش قوي بالنسبه للاهلي عشان راجع من افريقيا، اكيد عايز يكسب عشان بعد التعثر اللي هو كان فيه، فاكيد هيرجع بشكل قوي واكيد مش هيسيب برضه بطوله الدوري تروح منه، بقى لها كام سنتين رايحه منه. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 ان شاء الله. الاهلي مستوى حلو بس الفتره الاخيره دي واقع شويه، بس ان شاء الله يعني هنودي ان شاء الله الاهلي هيكسب بكره 3-1 ومتوقع كده. والاهلي يلعب اداء حلو عشان بقاله كتير بيخسر وكده، فالاهلي ما بيخسرش كتير فاهم، هيرجع تاني ان شاء الله واتوقع الكندوسي هيجيب جول. توقعاتي حاسه ان الاهلي هيبقى 3 والداخليه 2، ده توقعاتي، بس انا حاسه ان الاهلي ولا هيكسب.